يا جماعة مشان الله انتبهوا من أقل البقوليات، لأنه بتزيد من مضاعفات بعض الحبوب الناتجة عن الحساسية. برضو مشتقات الألبان كالحليب والجبنة والقشطة، الحاجات دي بتعمل مضاعفات وتهيجات، لذلك بنحذر لجميع الناس اللي عندهم الأعراض دي ما يتناولوها. المنبهات كذلك مثل الشاي والقهوة نحذر منها وبشدة نظراً لما تسببه من مضاعفات وتهيجات. عامر، ايش فيك يا أمي؟ ما فيني شيء. إلا فيك شيء، أنت متغير، وش فيك؟ قلت لك ما فيني شيء. حبيبي أنا أمك وعرفك زين، قول لي وش فيك؟ الحبة شافة عزوز برقبتي، حبة كبيرة. وش تقول؟ ما فهمت لك. ما فيني شيء. ادخلوا جوا، يلا، عندي موضوع مع عامر، يلا. وش فيك؟ يما طلعت لي حبة برقبتي تخوف، شكلها غريب. وريني اشوف. اي بس بتعلمي لحد. لا. بس كذا؟ مزعل نفسك وحاط لك قم، يا ما طلعت لنا حبوب وحنا صغار، ما صار شيء. روح للمستشفى والدكتور يعطيك مرهم وإن شاء الله بتروح. يعني عادي؟ عادي. طب من وش طلعت لي؟ ما أدري يما، يمكن من الجو، من نوع الأكل اللي تاكله، الطبيب بيشرح لك إن شاء الله. أكيد. رحوم يلي مات بأول شبابا. عامل رد علي ضروري، شوف هذه الرسالة ممكن تفيدك بخصوص الحبة اللي طلعت لك يا شيخ، الله يكفيك شرها. يقول لك ترى ممكن تكون حبة خطيرة لو ما تحط من بدري. يا وجيه الخير. اجلس جزاك الله خير، ممنوع التسول. أنا ماني متسول، ماني فقير، أنا فقير إلى الله. ما بي منكم فلوس، أبيكم تسامحوني وتحللوني. أنا موات يا أخوان، اليوم دنيا وبكرة آخر. تكفون سامحوني وحللوني، اللي أذيته ولا أزعجته يسامحني ويحللني. تكفون سامحوني، سامحوني يا أخوان، سامحوني. الله يرحم والديكم وإنكم تسامحوني يا أخوان. راح. ايش قاعد تسوين انت؟ هذا ملابسك انت، سوي غسيل. لا 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 لا، ما تغسلين ملابسي بالبيت. انا ما اقدر اسامح نفسي لو جاهلي شيء. ها ايش كلام انت؟ ما راح تفهمين يا ميري، صدقيني ما راح تفهمين. احمد ربك انك شغاله، واكبر همس طبخ وغسيل. ان شاء الله ما تعيشين اللي انا عشته. ولا اوفر. شيل شيل. يا الحبيب انا مستعجل، عطني فاتوره.
كنسلنا ما نبي نغص. الله يجيرنا من النار. ايش عندك هنا؟ جيت اشوف النار. انت اللي شايف النار؟ لا لا لا، انا جيت ولقيتها مشبوبة. هذه لك؟ وش؟ تعال تعال، وش اللي في رقبتك؟ أنا ما أدري يا حضرة العسكري، لو أدري كان ما حركت ملابسي، بس أنا مريض، أنا مريض وخايف على أهلي من المرض. هذا مسكين شكله مجنون ولا مريض، لكن خلينا نشوف شيء بس نطفي به النار. بيتكم وين؟ بيتنا بالحارة هنا. يلا يلا على بيتكم، لا ركبك الدرية، يلا على بيتكم. سمسم مبشر، الله يوفقكم، الله يقويكم، الله يكفيكم شر الحبوب. حبوب؟ شو حبوبه؟ اللي مثل هذه. اللهم امين. يلا يلا على بيتكم يلا. سمسم ابشر.